السلام عليكم، كيفكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. جات الحصه ديال اليوم، ان شاء الله غادي نعطيكم فيها جلابه ايفازي، غادي نخدموا، غادي نزيدكم قواعد اخرين كما شفتوا معايا هنايا. القياسات هما هادو اللي عطيتكم في الاول، دابا زايدين هاد القياسات اللي غادي نشرح لكم. يعني هاد الجلابه تتبين لينا السمطه ديال المراه ولي هونش ديال المراه، يعني ماشي هي نفصلو ونقطعو بلا ما نشوفو السمطه بلا ما نشوفو الباسان، وتتجي ايفازي، ممكن ما ديرش فيها افتحات لا في الجناب ولا في القدام. يلا على بركه الله. اخر درس كما تتشوفو في اخر لا فيديو كنت درت لكم جلابه نستوق، هو هذا نيشان، ما خدمتش معكم السمطه وما خدمتش معكم الباسان. يعني اليوم غادي نركزو بزاف على السمطه وعلى الباسان ان شاء الله. يلا في امان الله. غادي اول حاجه نقاد كما معوداكم ديما، نقادو الثوب نشوف الطوله ديال الجلابه 130، نحسب 130، نزيد 8 سنتيم ديال الغلي، نحسب 130 و 8 سنتيم ديال الغلي، نسطرهم كما العادة. نحسب هنا أ بي تساوي الربع زائد واحد، الربع اللي هو 27 زائد واحد الخياطة اللي هي 28، نحسب 28، نحسب 28. بديت لكم نيشان هاي بهاد لاباس، حيت ديجا خدمتها معاكم، عاد نوريكم قياسات اخرى. نسطر بي سي، نكتب لكم باش نتذكر معاكم، ابي تساوي الربع زائد واحد اللي هي الربع 27 زائد واحد 28، بي سي اللي هي الربع نيشان بلا ما نزيد سنتيم اللي هي 27. ا دي اللي هي الكتاف على جوج زائد واحد الخياطه، الكتاف 42 على جوج زائد واحد هي 22، حنا كتبناهم حدانا. غادي نشوف بي سي تساوي 27، غندير 27. هادو ديما تكونوا حاسبينهم وكاتبينهم باش يجيكم كلشي ساهل. نسطر ا دي اللي هي الكتاف على جوج زائد واحد هي 22، 22، نسطر بقط نتقطع، نحسب 9 سنتيم، 9 سنتيم ونص ونص، نجيبها دايرة، نطيح الكتاف بثلاثة سنتيم ونسطر كتيفات ديالنا. ديما تنقول لكم نقسموا هاد المسافة على جوج، يعني نخلي ثلاثة ونقسم في النص، ندير نقطع ندخل بسنتيم ونطلع بجوج سنتيم. هاد جوج غني فايتة شرحتها لكم في الدرس اللي فات باش الركيز يجينا شوية مجموع، عندنا جوج هاد النقطة وهادي وهادي، نلاقيهم بالبيروكي لحد الساعة. هادشي اللي وريتكم هو اللي خدمنا، شوفوا معايا مزيان، هادي هي اللي خدمنا في الجلابة ديال لاباس. دابا عاد غادي نوريكم اشنو غادي نزيدو حاجة اخرى، غادي نعاود معاكم القياسات اللي ما كانتش معانا تولي تشوف. بالنسبة للكتاف من العظم حتى العظم داكشي اللي لقيت تنكتبو، بالنسبة للربع المرأة تتخلي يديها هاكا مطلوقة وتنعبر لاكواتخين ديالها
ماشي مزيره ماشي ملفوفه فوق دراعها، يعني يديها مطلوقين. وداك الشيء اللي لقيت لوتور كامل ديال لابواتخين هو اللي تنكتب، راني ديجا شرحته لكم تور دو بواتخين كامله قسمتها على 4 باش عطاتني 27. والطوله ديما سنتيم هو اللي نزل لتحت، نشوف لها الطوله جلابتها ونقرا داك الشيء اللي لقيت انا لقيت 130 130 140 كتب 140، داك الشيء اللي لقينا نكتبوه. بالنسبه للكمام الراس ديال الكتف تنشوف الطوله ديال الكمام ديالها، داك الشيء اللي لقيت عاوتاني تنكتبو في الكمام. لحد الساعه هاد الشيء راه درناه وراه واضح. بون غنشوف لوبيست، هاد لوبيست هي لا لين دو تاي، خط الحزام، يعني الحزام البلاصه فين تتحزم المراه، البلاصه الضعيفه. شوفوا معايا هنا البلاصه الضعيفه ديال المراه، غادي نوريها لكم في المانكان باش غتعرفوا نتوما. ما غاديش تعرفوا في الاول ديما حزموا المراه بسنتيم هكا، تحزموا لها البلاصه ديال لاطاي ديالها. فاش تحزموا غادي نوريكم هنا، نحسب من هنا لهنا. داكشي اللي لقيت 40 42، داكشي اللي لقيتي غتكتبي في لوبيست، يعني باش نعرفوا يعني شحال عندها في لاوتور المراه اللي غادي نخدموا لها. لوبيست هي 40 سنتيم، ممكن تكون 42، ممكن تكون 44، حتى 50 على حساب الكليانه اللي عندكم. نتمنى يكون واضح. هنا غادي نشوفوا دابا تور دو تاي، يعني الدوره ديال الحزام ديال المراه، الدوره كامله. وفي نفس الوقت هي تلقى يديها، شوفوا معايا هنا تلقى يديها هكا، تلقى يديها وندوز السنتيم على يديها، على يديها. داكشي اللي لقيت يعني ملخوف ما يكونش لاصق باش الجلابه ما تجيهاش لاصقه. داكشي اللي لقيت نكتبو تور دو تاي، لقيت فيها 100 باش نلقى حنايا مطلوب منا، شوفوا معايا هنا مطلوب منا غير ربع، الربع يعني الدوره اللي لقيت كامله غادي نقسمها على 4. لقيت 100 قسمتها على 4 يعني 25 في الحزام ديالها، في الربع ديال الحزام ديالها. نتمنى يكون واضح. بالنسبه للباسان بنفس الطريقه، وهي تلقى يديها غادي نحسب فوق يديها، ما نكونش مزيره ما نكونش مركوفه بزاف. وداكشي اللي لقيت هو تور دو باسان، لو تور كامل، الدوره ديال لي هونش ديالها كامله بيديها. لقيت 116 قسمتها على 4، علاش قسمنا على 4؟ حيت حنا محتاجين هي للربع، كنخدمو هي بالربع الجلابه. قسمنا على 4 لقينا 29 سنتيم، يعني في هاد الجلابه خاصني ما نقطعش حتى الراقب الربع هو هذاك، السنطه هي هذيك، ولي هونش هما هذوك، باش حين تلبس المراه جلابه تجيها قياسه. يلا بسم الله. بون اول حاجه غادي نشوف لوبيست اللي هو 40 سنتيم. شوفوا من غادي نحسب لوبيست من هنا 40 سنتيم، نحسب من هنا 40، غادي نعلم هي بالقيطات خط متقطع باش يبان لكم الحساب في التوبره بلا ما نسطرو، هي القيطات على هذا الشكل. انا خدمت هذه، غادي نجي لهنا غادي نعطيكم قاعده. ديك 25 اللي لقيت غنكتبها لكم تور دو سي مقسومه على 4، هاد تور دو سي هي تور دو تاي، يعني 100 مقسومه على 4. غادي تجينا 25 اللي هي هذه 100 قسمتها على 4 25، ونزيد سنتيم ديال الخياطه هي 26. غنحسب 26 فين ما جات غادي نلاقيها مع جوج سنتيم. غادي نمشي للايفازي، لان قلت لكم هاد الجلابه ايفازي ممكن ما ديرش فيها افتاحي وممكن ديري افتحه صغيره في الامام. نحسب الايفازي بغيت فيه 42 سنتيم، 42 سنتيم غادي نلاقيها مع لاطاي. شوفوا معايا الجلابه ايفازي واضح. دابا اش اللي باقي لي؟ باقي لي الباسان، يعني هاد المراه باقي ما متاكداش واش هاد لي هونش غادي يكفيوها ولا ما غاديش يكفيوها. هنا كاين واحد القاعده غادي نوريها لكم بالسنتيم، اللي بغى يحسبها بالسنتيم اولا اللي بغى يحسب بقاعده واحد لاباز اللي غتعطيه المراه كيما بغاتكم. الا بغينا نحسبوها هي بالسنتيم من الراس ديال العنق ديالها للراس ديال لي هونش، وهاد المسافه اللي لقيت هي اللي غنحسب من هنا فين ما جات لهنا. ولكن غنعطيكم انا قاعده اللي غادي ان شاء الله تجيكم هي هذيك. من هنا لهنا خاصني نحسب الربع في جوج مقسومة على 3، داكشي اللي لقيت غنزيد عليه 3 سنتيم من هنا، من هنا
هو من هنا لهنا، هنا نحسب باقي ما حسبتش. الربع فيه 27، في جوج هي 54، مقسومة على 3 هي 18، غادي نزيد عليها 3 هي 21. واضح؟ بون، غنحسب من هنا 21 سنتيم، 21 سنتيم. هاد 21 تتعطينا الراس ديال ليهم. شت المرة إلا كانت طويلة هادي 3، إلا كانت المرة قصيرة، إلا كانت طويلة بادر غادي نعطيكم القاعدة ديال المرة الطويلة، هي غنديرها هنايا. غادي ندير الربع في جوج على 3، داكشي اللي لقيت زائد 6 سنتيم. ركزوا معايا، هاد 6 المرة إلا كانت قصورة هي 3، ولكن لأن القصيرة معليش يكونوا عندها ليهمش نازلين. المرة إلا كانت طويلة يعني غادي ندير 6 سنتيم. أنا غنخدم بأن هادي درت لها 130 يعني مرة قصيرة. غادي نحسب 21 سنتيم هي هاد، يعني من هنا لهنا 21 سنتيم. دابا غادي نسطرها، ندير زاوية قائمة باش غادي تحافظ لي على المسافة. هي القيطات باش نتأكدو من هاد الجلابة واش الباسان غادي يجينا هو هداك ولا لا. من بعد ما حسبت الراس نتاع ليهمش، كاينة واحد القاعدة اللي خاصني ندير هنا باش نشوف الباسان واش هو هداك ولا لا. غنحسب الباسان على جوج زائد واحد. شحال عندنا هنايا في توغ دو بي، توغ دو باسان عندنا 104. هنايا فاش درت على جوج ممكن هاد القاعدة ما تلفكمش، لأن ممكن نقسم على جوج، ممكن نقسم في الأول على 4. أنا قسمت في الأول على 4، يعني غادي ندير غير الباسان اللي لقيت، يعني غنحيد هاد القاعدة غنديرها لكم هنا. غادي نحسب توغ دو سي، توغ دو بي، باردون، توغ دو بي مقسومة على 4، داكشي اللي لقيت فيه 29 ونزيد عليه 1. نعاود معاكم باش ما تلفونيش، يعني داك الدورة ديال لي هونش اللي لقيت عند المرا تنقسمها مباشرة على 4، لقيت 29 نزيد عليها 1 هي 30 سنتيم، يعني خاصني نلقى هنايا 30 سنتيم. شوفوا معايا هنا، ها هي 30، نقربوا هنا باش تبان، ها هي 30 سنتيم، يعني هاد 30 فيها سنتيم ديال الخياطة، غادي يبقى لي نيشان الباسان ديالي، يعني الجلابة إن شاء الله غادي تجينا هي هاديك. نتمنى يكون واضح هادشي، راه باقي نعاودو لكم في التوب، يعني باش نعاودو مزيان وتفهموه. غادي نجي للجلاين، غنقسم ها 42 على جوج، ندير القيطة، غنجيب هاد لاغيكل غوند، البلاصة اللي عريضة هي اللي غادي نحط هنا في الوسط، ونقاد مزيان، ونستر هاكا. علاش حيدت هاد شوية هذا؟ حيتو باش الجلايل ما يجيوناش مقنتين، الجلايل ما يجيوش هكا مقنتين، تيجيو عاديين ودايرين، ما يجيوش ملاوحين في الارض. نتمنى يكون واضح. الدرس شويه فيها شويه هاد السنته والباسه، خاصكم تعاودوها لي مزيان وتحفظوها، وان شاء الله الحصه الاخرى راني غنخدمها معاكم. يلا نقطعوا الباترون ديالنا، ديما نهرب شويه على الباترون. شوفوا معايا هنا، بالنسبه لهاد البلاصه هذه انا بامكاني نقطع مباشره وتمشي دايره، ولكن باش نوريها لكم، يعني هاد البلاصه باش ما تمشي ليش الشوكه، تندير لا غوليت على هاد الشكل هذا، يعني لا ريغل غوند، ونجيبها دايره شويه غير باش ما تجينيش الشوكه في القطع، نمشي نيشان، يعني نسطروها بلا ريغل غوند ونمشي نيشان. نتمنى يكون واضح، ونقطع مع الدوره اللي درت بلا ريغل غوند على هذا الشكل. بون، حنا كملنا دابا، باعتبار هاد الجهه راه جهه مسدوده، يعني الظهر هذا لودو ما تراسيتش القدام، لان قلت نفهموا بعدا في هذا، وفي التوب راه غادي نتراسي وغادي نوريكم الداخل في الخارج، يعني ان شاء الله الحصه المقبله غادي نديرو جلابه ايفازي الداخل في الخارج، يعني عقلوا على هذا سميتو باش غادي نوريها لكم الداخل في الخارج. عندنا هذه هي الجلابه ديال، هذا هو الظهر ديالنا، تجي ايفازي، السنطه محسوبه، الباسه محسوب، الايفازي تيكون ايفازي من التحت. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الدرس واضح ومفهوم، والى الحصه المقبله ان شاء الله، ونتمنى نتلاقاو في احسن الاوضاع ان شاء الله. يلا مع السلامه.